كابتن احمد حسن، في حملة تمرد ابتدعوا لمظاهرة يوم 30/6 القادم لشين نظام اكمله يوم 30/6 القادم. بص، بغض النظر طبعا، يمكن انا دايما مع الاستقرار ودايما مع استقرار البلد، وان احنا يعني اعتقد ان احنا محتاجين ان احنا نستقر. اعتقد ان احنا البلد ظلمت باللي تم فيها قبل كده وباللي حصل قبل كده، ان احنا لازم نفهم. اكيد طبعا انا مع حق الناس طبعا حزينه لانها ما كانتش تامل في ده، فيمكن ده دي الاسباب. انما لو الناس لقت حاجه كويسه، ما اعتقدش ان الناس لا كانت هتتمرض ولا تعطي. انما ما نتمناه هي طبعا السلميه. ما نتمناه ان حتى الاعتراض يبقى بشكل لائق. ما نتمناه ان يكون بعيد عن بقى العنف والاساءه ضد اخواتنا اللي هم في الشرطه واللي هم في الجيش واللي هم في المؤسسات كلها. يعني انا شايف ان النهارده خلاص، طالما ارتضينا بالحريه اللي دلوقتي المفروض ان الناس قالت ان احنا بقى عندنا حريه، وان احنا رغم ان انا دايما بقول ان الحريه دي دايما لازم تبقى حريه مشروطه، حريه معاها احترام، مش حريه ان احنا بالشكل اللي احنا بنشوفه ده اهانات وان احنا بنسيء لبعضينا. فما اتمنى ان شاء الله باذن الله ان يكون في احترام، ان يكون في اعتراض بشكل لائق. الناس طبعا انا ما اقدرش الوم عليها، اغلبيه الشعب طبعا محق، لاني ناس كانت مستنيه حاجات افضل من كده، للاسف دي ما تمتش. انما يعني ما اتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا بقى نفكر فيما بعد. هي المشكله دلوقتي توابع، يعني بالظبط، يعني نفكر في التوابع. يعني الناس اللي نازله دي احنا عايزين ايه في النهايه، او الناس عايزه ايه؟ ده اعتقد ان مهم. يا رب ان شاء الله باذن الله الامور تعدي على خير. يا رب ان شاء الله باذن الله ما نشوفش اللي شفناه قبل كده من غسالة دم للمصريين، من عنف بين المصريين وبين بعضهم، لان في النهايه احنا كلنا دلوقتي بقينا بنشوف مسلمين واقباط وكنا بالظبط. يعني ده احنا ما نحبوش. احنا نحب ان احنا نكون في النهايه ايد واحده، نحب ان احنا في النهايه نعمل لمصلحه بلدنا، وكفايانا بقى مش عايزين بقى نطلع تاني والناس تضحك على بعضها تاني ويقول لك اصل دول فلول، اصل دول ثوار، اصل دول اسلاميين، اصل دول اقباط. لا، احنا بلدنا هي مصريين في النهايه، كلنا عايزين نبقى ايد واحده. كفايه ان احنا قسمنا بعضينا ونضحك علينا كمصريين كلنا، ان احنا قسمنا بعضينا. عايز كمان الناس اللي هينزل واللي هيكون متواجد واللي هيعبر عن رايه بشكل سلمي واللي هيعبر عن رايه بشكل حضاري، ان نخلي بالنا، لان في ناس كتير ضد الوطن ده، في ناس كتير مش عايزين البلد دي تطلع لقدام. واعتقد ان الناس دي هي اللي هتعتدي على الشرطه، وهي اللي هتعتدي على الجيش، وهي اللي هتعتدي على المنشات. الناس دي تكون حريصه ان هي اللي تمنع الناس دي. اتمنى ان شاء الله ان الامور تعدي على خير، واني كمان حتى المسؤولين ان هم يحسوا فعلا يغيروا من ادائهم، عشان اعتقد ان عمر ما حد يعترض لو احنا شفنا اداء كويس. شايف ايه حل وسط كده؟ والله انا مش راجل سياسي عشان اشوف حلول ايه الوسطيه وكده. انما انا ما اللي انا شايفه ان يجب على المسؤولين، او يجب على النظام الحاكم دلوقتي، ان هو يراجع نفسه تاني. لاني اعتقد زي ما قلت لك اني ما اعتقدش ان في حد يتمرد او يصون على نجاحات. بالظبط، فيجب ان هم يراجعوا نفسهم تاني، ويجب ان السياسات شايف ان ممكن فيهم، عشان فعلا اعتقد ان كل واحد النهارده نفسه البلد تبقى كويسه. عمري النهارده ما احس ان الناس بتعمل لصالح البلد وانا هنزل اعترض، او ان انا هنزل اتمرد، او الكلام ده وكده. لو حصل ان احنا شايفين في انجازات والناس نازله تعترض وتتمرد، يبقى اعتقد ان ده احنا نقول عليه عيب. ولكن انا شايف ان الناس للاسف مشاكل كتير وازمات كتير كلنا حاسينها، قطع الكهرباء والميه دلوقتي وغاز وصلاة وبنزين، ازمات 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 طول الوقت. فما نتمنى ان شاء الله، انا عارف طبعا الموضوع صعب، ولكن ما نتمنى ان شاء الله حلول باذن الله ومساهمه من الجميع. ممكن يا كابتن الجبهات الاخرى يعني مثلا يكون في تصالح؟ ما نتمناه طبعا. ما هو التصالح ده، يعني انا واحد من الناس يمكن بقول من زمان ليه ما يبقاش في تصالح، وليه ما يبقاش في تعاون بين الناس وبين بعضها، وده اللي احنا كلنا كنا بننادي بيه. وبلدنا مش هتمشي الا بكده، مش هتمشي بفصيل واحد، استحاله ان هي تمشي بفصيل واحد. مش هتمشي الا لما يكون في تعاون وتصالح
وزي ما قلت قبل كده ان في وسط الاصافيه وان الكل يساهم. مش ممكن حد هيقود البلد دي لوحدها. البلد دي على اي فصيل او على اي مجموعه فصائل لازم الكل يشارك. وما نتمنى ان شاء الله باذن الله ان يكون في مصالحه، ان يكون في تعاون بين الجميع وبين بعضهم عشان بلدنا تقدم لقدام، ونبعد بقى عن حب السلطه وحب التملك وان احنا اللي نبقى مسيطرين. خلاص ما اعتقدش ان بقى في حد يقدر يسيطر لوحده على البلد. واعتقد ان الوقت ده والظروف اللي احنا فيها دي محتاجه تعاون من الجميع، ويا رب نكون ايد واحده، ويا رب فعلا يحصل مصالحات، بس مصالحات حقيقيه، مصالحات تخدم البلد، مش مصالحات زي اللي احنا نسمع عنها وبعد كده ما بيتمش اي حاجه. اخيرا يا كابتن، كلمه توجهها لاهالي الضحايا، ضحايا الشرطه وضحايا الجيش وضحايا الشعب. انا عايز اقول طبعا لكل الناس اللي راحوا من الشرطه ومن الجيش وكده، ربنا طبعا يسبق لهم، لان هم في النهايه زي الناس برضو اللي راح الضحايا في 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 في, في, في حاجات كتير وفي احداث كتير. هم مننا طبعا، يعني لازم نفهم في الاخر ان الشرطه دي اخواتنا والجيش ده اخواتنا واهالينا، وكل واحد فينا. ما اعتقدش ما فيش بيت ما فيهوش واحد في الجيش، ما اعتقدش ما فيش بيت ما فيهوش واحد بيخدم في الشرطه. فلازم نفهم ان دول اهالينا، ربنا طبعا يسبق اهاليهم. يا رب الناس تكون اتعلمت بقى الدرس، ويا رب ما نضحكش تاني على المصريين تاني، ونروح بقى نكسر اقسام، ونروح بقى تاني نعتدي على بالظبط. ويا ريت ما نضحكش علينا تاني زي ما قلت لك، وان احنا الناس تصنف فينا، لان نضحك علينا واحنا نادينا بده. قلنا بلاش نصنف بعضينا، بلاش نقول اصل دول فلول، اصل دول مش عارف تابعين، اصل دول مش عارف اخوان، اصل كفانا تصنيف، وكفانا ضحكنا على بعضينا. في النهايه احنا عايزين نقول مصريين، وحتى ولو بنعترض يبقى باحترام وبادب. يعني اعتقد ان كفانا ان احنا عمالين نرجع لورا، ما بنطلعش لقدام. فما نتمنى ان شاء الله الامور تعدي خير باذن الله. شكرا.